مدرسة أبو رقراق ميد أو ميد تأسست عام 2018 بمدينة سلا، ونشأت عن شراكة مغربية إسبانية أطلقتها مؤسسة الثقافة الإسلامية، وهي منظمة إسبانية غير حكومية. تمتد المدرسة على مساحة 8 هكتارات، مجاورة ما كان مكب نفايات أعيد تأهيله وفق معايير صديقة للبيئة. نموذج البستنة نظيف تماماً، والبنايات من الطين، فيما الكهرباء من ألواح شمسية، تقول منسقة المؤسسة إينيس أليكس بورو. تضم المدرسة كذلك مشتلاً لنباتات محلية تتكيف بشكل أفضل مع الإجهاد المائي، وبإشراف مختصين تقدم المدرسة للطلاب تدريباً مجانياً مدته 3 سنوات، وتستهدف الشباب المهددين بالتهميش أو المنقطعين عن الدراسة، الفئة الأكثر تضرراً بالبطالة، مع الحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتسعى في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الوعي بالتغير المناخي لدى طلابها. وقد حصلت المدرسة مؤخراً على جائزة المهارات الخضراء التابعة للاتحاد الأوروبي. من بين المتدربين هند بن صبيطة في 20 من عمرها، تذكر أنها كانت منقطعة عن الدراسة حين اكتشفت عن طريق الصدفة قبل 3 أعوام مدرسة البستنة أبو رقراق، وتقول: التكوين هنا علمني ومنحني الكثير، وصرت أنظر إلى البيئة والحفاظ عليها نظرة مختلفة. وتراهن المدرسة على تقوية الوعي بجدية الإشكاليات التي يطرحها التغير المناخي. من خلالها يقول الطالب محسن الرحيمي 18 عاماً: أدركت أن حياة نبتة تتوقف على إرادتنا في الاهتمام بها. يعمل هذا الشاب منذ كان في 16 من عمره بستانياً في فنادق ومنازل، إلى أن اقترح عليه أحد مشغليه الالتحاق بمدرسة البستنة التي يتخرج منها أزيد من 90 متدرباً كل سنة. بعد التخرج يضيف الشاب: أطمح إلى أن أطلق شركتي الخاصة للحدائق وأساهم في بناء بلدي. تكون المدرسة شباباً ينتمون إلى أسر تعاني صعوبات اجتماعية، كما توضح منسقتها أليكس بورو، وتؤكد أن الجميع يتحمسون للتعلم والتدريب، مبرزة أن 70% من المتخرجين ينجحون في الحصول على عمل نظامي وقار. كذلك تسعى المؤسسة إلى تغيير الصورة النمطية التي تجعل مهنة بستاني مرتبطة دائماً بالرجال. تقول أليكس بورو: كان الوضع معقداً في البداية، إذ كان زبائننا يطلبون بستانيين ذكوراً، لكن الأمور بدأت تتغير. وتمثل الفتيات ما بين 20 و25% من الطلاب، ورغم نظرات البعض المتسائلة أو المستنكرة بسبب اختيارها هذه المهنة التي يرونها غير مناسبة للفتيات، فإن هند بن صبيطة وكل زميلاتها مصممات على مواصلة الطريق. تقول: لا أهتم بما أن عائلتي تدعمني، وسأستمر.